طفرة هائلة شهدها القطاع الصحي، فمنذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم انطلقت جهود الدولة في أكثر من اتجاه من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى وتأهيل العنصر البشري، إضافة إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولا يمكن أن ينسى المصريون حجم المشكلات التي يعانوا منها في قطاع الصحة طوال عهد الجماعة الإرهابية، حيث كان هناك تدني في مستوى الخدمة العلاجية والطبية، وهو ما تغير تماماً بعد الاهتمام الذي لاقاه القطاع الصحي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت مصر مركزاً لتوطين الصناعة الدوائية واللقاحات. الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت نصب أعينها للاهتمام بصحة المواطن، فضخت استثمارات كبيرة لمشروعات الصحة بعشرات المليارات ضمن خطة الموازنة العامة. المستشفيات الجامعية أيضاً شهدت الكثير من الاهتمام من قبل الدولة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على عدد هذه المستشفيات ونوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف المحافظات. نجاحات هائلة في المجال الصحي حققتها مصر استحقت إشادات عالمية، ولا سيما في القضاء على فيروس سي، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار سعي الدولة المصرية إلى الوصول لأجيال خالية من الأمراض، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة. مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة جاءت أيضاً للتخفيف من معاناة انتظار المرضى، ونجحت المبادرة في إجراء ما يقارب 2 مليون تدخل جراحي. صحة المواطن على رأس أولوياتها مع بدء ظهور جائحة فيروس كورونا عالمياً، متخذة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس. الدولة المصرية ومن خلال تحديث بنيتها الصحية نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة في إدارة جائحة كورونا بالحفاظ على صحة المصريين بالتوازي مع عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف حياة بشكل كامل، حيث لم تتوقف المبادرات الصحية الرئاسية والخدمات الطبية المقدمة بكافة المستشفيات، وذلك بدعم غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجالات عدة سواء في البناء أو التطوير والعلاج كانت في مجملها تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2023.